بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، اللهم آمين. اليوم أعزائي متابعي القناة، سوف نسرد عليكم أهم الدلالات وتفسيرات رؤية الفلافل في منام الفتاة العزباء. سوف نتعرف على المعاني والدلالات والتأويلات المختلفة لرؤية الفلافل في منام الفتاة العزباء والبدء معه. رؤية الفلافل في منام الفتاة العزباء قد تكون دلالة وإشارة على زوال الهموم وحل المشكلات بإذن الله، لذا قد تكون من الرؤى المحمودة، والله أعلى وأعلم. ولرؤية الفلافل أيضا قد يكون دلالة على تحسن الأحوال الشخصية للفتاة، ودلالة على نجاح وتفوق الفتاة سواء كان في حياتها المهنية أو الدراسية، والله أعلى وأعلم. وقد تكون الفلافل في المنام إشارة قوية على قرب خطبة تلك الفتاة. وأما في حالة إذا ما رأت الفتاة العزباء نفسها في المنام تقوم بأكل الفلافل، فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى المحمودة الجيدة، لأن أكل الفلافل في منام الفتاة العزباء يكون دلالة وإشارة على حصولها على المال الوفير بإذن الله، والله أعلى وأعلم. وفي حالة إذا ما رأت الفتاة نفسها في المنام تأكل الفلافل، فإن تلك الرؤية قد يكون لها أكثر من معنى. ومن المعاني لتلك الرؤية هو إن تلك الفتاة سوف تستطيع الحصول على وظيفة جيدة ومرموقة في مكان جيد بإذن الله. وقد يكون أيضا معنى رؤية أكل الفلافل في المنام دلالة وإشارة إن تلك الفتاة سوف تستطيع التخلص من كرب كان يؤرقها في حياتها بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أكل الفلافل في المنام قد يكون دلالة وإشارة إن تلك الفتاة العزباء تتمتع بمكانة مميزة وشأنها عالي بين زملائها سواء كان في الدراسة أو في العمل. أما عن تفسير ورؤية الفتاة تقوم بقلي الفلافل في المنام، فإن قلي الفلافل يكون دلالة وإشارة على هو إن تلك الفتاة العزباء سوف تستطيع في الأيام القادمة السماع أو الاستماع لخبر جيد سوف يفرحها كثيرا بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسير ودلالة رؤية شراء الفلافل في المنام، فإن لشراء الفلافل في منام الفتاة العزباء تفسيرات مختلفة ومتنوعة، ومن أهم تلك التفسيرات هو إن الفتاة التي ترى نفسها في المنام تشتري فلافل هي فتاة محظوظة، لأن الله عز وجل سوف يرزقها بالخير الكثير والرزق الوفير، خاصة إذا ما كانت سعيدة عند شراء الفلافل. أما في حالة إذا ما كانت غير سعيدة في الرؤية، فإن تلك الرؤية قد يكون معناها أو إشارتها أو دلالتها هو إن تلك الفتاة صاحبة المنام قد تتعرض لبعض المشكلات أو المحن أو الصعوبات التي سوف يكون من الصعب عليها حلها، والله أعلى وأعلم. وأيضا لرؤية شراء الفلافل في المنام دلالة وإشارة إن الفتاة العزباء تعاني من مشكلة ما في حياتها أو يوجد خلل ما في حياتها، وتحتاج لتقويم وتصليح هذا الخلل، وهذا التقويم أو الإصلاح سوف يأتي بمساعدة أحد ما أو شخص ما بإذن الله، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم دلالات وتفسيرات رؤية الفلافل في منام الفتاة العزباء، عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.